الترفيه نظمت مؤخرا حفلة موسيقية للموسيقار المصري الكبير عمر خيرت بحديقة جمان، وحضره 800 شخص من الجنسين ومن دون ما يكون في فصل ولا فرز ولا عوازل. روحتك حفلة يا ركان؟ والله شو أسوي، شغل هنا وضغط انتعاب. يعطيك العافية. الله يعافيك. طبعاً بالفعل كانت حفلة راقية، ما حصل شيء من اللي البعض كان خايف منه، لا حصل تحرش ولا كان في مشاكل. إنه أكيد مش راح يصير في مشاكل يا ركان. شو هي الحفلة؟ منا هارد روك كونسرت يعني، والجمهور كان بمعظمه عائلات، وبعدين اللي بيسمع موسيقى عمر خيرت الراقية أكيد هو شخص أبعد ما يكون عن المشاكل. 100% سبين صح.